بحب جدا المبادرات اللي فيها لفتة إنسانية، اللي يبقى فيها كمان اهتمام ب يعني إخواتنا من ذوي الهمم، اللي فيها نوع من أنواع الاحتضان ليهم إن هم يبقوا معانا في مجتمع واحد. في مبادرة مهمة جدا انطلقت من محافظة إسكندرية اسمها رؤية. المبادرة دي بتعمل إيه؟ المبادرة دي بتستهدف توفير منيو للطعام بطريقة برايل للمكفوفين. لما عرفت طريقة برايل، هي طريقة بنعمل فيها نوع من أنواع الكتابة البارزة على الورق، بحيث أن المكفوف يعرف يقرأ بالظبط إيه اللي موجود، علشان ما يكون حد من ذوي البصيرة بيخش هذا المطعم يعني ما يبقاش محتاج مساعدة من أي نوع من أي حد، عشان ما يقعدش بقى الراجل يقعد يقول له عندنا وعندنا وعندنا، هو يقدر يختاره بنفسه. مبادرة انتشرت بالفعل بشكل كبير في اسكندرية، وتفاعل معها عدد من المحلات والمطاعم اللي طبقتها فعلا. وصل عدد المطاعم والمحلات اللي طبقتها خلال يومين من إطلاق المبادرة دي ل 76 مطعم وكافيتيريا لغاية دلوقتي. معانا على التليفون الأستاذة هبة توفيق، صاحبة فكرة مبادرة رؤية للمكفوفين. صباح الخير عليك يا أستاذة هبة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أستاذة منى، صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا أهلا أهلا. إيه الحلاوة دي؟ إيه الأفكار الحلوة دي؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك. فكرة هايلة. يعني احنا بقالنا سنين بنشوف توجهات الدولة، وبنشوف ازاي الامور ماشية، وبنشوف قد ايه بقى في نوع من انواع يعني التعامل، وكأننا كلنا يعني لينا مكان في الوطن. فده فعلا بقى واضح جدا، واحنا بقينا شايفينه، وانت عملتيه في مبادرتك ازاي بقى؟ بصي هقول لحضرتك، البداية بترجع لشاطئ المكفوفين بالمنظرة المجاني. انا لما كنت هناك وشفتهم قد ايه كانوا فرحانين، وقد كده وقد ايه كانوا مبسوطين في ان هم كانوا بيعتمدوا على نفسهم عن طريق حاسه اللمس القويه عندهم، فحسيت ان هم ما كانوش محتاجين لاي مرافق ما شاء الله. فبصراحه اقترحت الفكره على سياده الرئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، بصراحه رحب جدا جدا بالفكره، وعرضها على طول على سياده المحافظ اللي هو بيتبنى اي فكره انسانيه. فبصراحة على طول عطانا الموافقة، وعلى طول قال لنا يلا نبتدي بالتنفيذ فورا، ودي كانت بداية المبادرة بصراحة. هايلة هايلة. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي؟ هل يعني قطاع كبير زي قطاع ذوي البصيرة في اسكندرية أكيد كان اختلاطه بالمطاعم والكافيهات أقل وزاد بعد موضوع المنيو اللي موجود بطريقة برايل ده؟ كلمينا عن ردود الأفعال. والله عارف حضرتك، كانت فرحة لا توصف، ثقتهم في نفسهم زادت جدا جدا جدا، فرحة الناس أصلا كمان بتاعة المحلات العامة والمنشآت كانوا فرحانين بيهم، وإحنا كنا فرحانين بفرحتهم، كانوا إن هم يطلبوا الحاجة بنفسهم، وإن هم ما كانوش محتاجين حد إن هو يطلب لهم الأكل المأكولات بتاعتهم أو المشروبات، بالعكس ده هم اللي كانوا بيطلبوا بنفسهم. فمعنى كده إن هم بنقول لهم أنتوا موجودين معانا، موجودين سواء على الشط او في الكافيهات والمطاعم، انتوا معانا في كل خطوه احنا هنبقى موجود بنمر بيها وموجودين بيها. بالفعل ابتدى يحصل نوع من انواع الاستجابه في المطاعم وفي الكافيتيريات للموضوع ده. انا عايز اعرف بقى، وانتوا بتتكلموا في الماده اللي اتعمل منها المانيو او اللي بيتعمل منها المانيو، عفوا، حافظته على الاستدامه؟ يعني مثلا بعد شويه الورق ممكن يتبهدل يدوب، فكرتوا انها تتعمل مثلا من الجلد او حاجه مشابهه، بحيث انها تبقى مستدامه وتبقى محافظه على نفسها، وما نبقاش بعد شويه فكره ومبادره وبعدين الموضوع ينتهي؟ لا يا فندم، هي الفكره هتبقى عباره عن المنيو عادي، زي ما حضرتك بتخشي اي مطعم او اي كافيه موجود في اسكندريه، زي ما بيتقدم لحضرتك المنيو بالطريقة الشيك الحلوة اللي بيطبعها المطعم، هتبقى نفس الفكرة متطبقة للمكفوفين عن طريق برايل. وهتبقى عبارة عن اني هنلاقي في المنيو صفحة للمبصرين وصفحة للبرايل. طب الكلام ده مثلا في لوجو معين موجود على كل كافيه او كافيتيريا بيقول ان دي مبادره رؤيه، هذا الكافيه يستخدم مبادره رؤيه، ولا ده مش موضح؟ موجود على جوجل، موجود على اوبر، يعني استخدمنا ده تكنولوجيا علشان حتى اللي عايز من يعني ذوي البصيره ان هو يروح يلاقي ده موجود او موضح. هو بعد كده هنعلن عنه في الصفحه الرسميه للمحافظه، هنعلن ازاي ان احنا ان هو يقدر يتواصل
وان هو ازاي يلاقي اللوجو او يعرف ان المكان دوت متخصص في المنيو اللي هو اللي مطبوع بطريقه برايل. عظيم عظيم. احنا دلوقتي ابتدينا في محافظه اسكندريه، هنمتد لباقي المحافظات ازاي؟ والله نفسي يعني دوت بيتوقف ان احنا بقى يا ريت نتواصل جميع المحافظات مع بعض. لا مفيش نفسي، الافكار الخطيره دي اكيد عندك افكار لا تعرف تانية وابتديتي تفكري على طول الخطوه اللي بعدها يا استاذه هبه. ده حقيقي. والله يا ريت يا فندم، يا ريت الفكره تتعمم، ويا ريت كلنا دي المبادره بادئه من اول ما احنا حسينا لما اطلق المبادره رئيس الجمهوريه على ذوي الهمم، بدانا ان احنا كمان نفكر في شاطئ ذوي الهمم اللي افتتحه سياده المحافظ في اسكندريه، وبدانا ان احنا نفتح اهو، بدات الافكار تتهالى في شاطئ المكفوفين بالمنظره، وبدات اهي منيو قائمه الاسعار اللي هي رؤيه عن طريق برايل، فان شاء الله اللي جاي خير. طب مين بيمولها؟ يعني هل صاحب الكافيه او الكافيتيريا هو اللي بيمول المنيو ده على حسابه، ولا انتوا اللي بتجيبوه له جاهز؟ لان التكلفه بتعتبر يعني اهم عائق او اهم شيء في دراسه اي مشروع. لا احنا بنذبحه، احنا بناخد منه المنيو بتاعه واحنا اللي بنطبعه، وبنقول له اتفضل حضرتك المنيو اهو، كل بس اللي طالبينه من حضرتك ان المكفوفين بيحصلوا على نسبه 25% خصم. جميل. من سيادتك. عظيم، افكار كلها هايله ورائعه وبتتماشى مع التغيير اللي احنا شايفينه فعلا على ارض الواقع موجود دلوقتي لينا. بنشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه توفيق صاحبه فكره مبادره رؤيه للمكفوفين.